وبالتوازي مع هذه التقارير اليوم كمان في أخبار بتقول إنه السياسيين في فرنسا وحتى ماكرون مدمنين على تليجرام، وقيل إنهم ما بيستخدموه استخدام عادي، لا أبدا. التقارير وصفت استخدام المسؤولين الفرنسيين وماكرون لتليجرام بالشغف، وقيل أيضا إنهم كمان بيفضلوا أو بيقعدوا دائما عليه وبيكونوا متصلين، يعني طول الوقت ظاهرين إنهم هم أونلاين. وقيل إنه ماكرون من الأيام الأولى لحملته الرئاسية وهو بيستخدم تليجرام، وكل الدوائر الحكومية اللي بتأيد ماكرون بتستخدم تليجرام على نطاق واسع جدا. وفي أخبار كمان بتقول إنه تطبيق تليجرام بعد ساعات من اعتقال دروف صار التطبيق الأكثر شعبية في فرنسا، وصار المركز الأول في التحميل بين التطبيقات في فرنسا، وزادت مرات تحميله بنسبة 4% في كل أنحاء العالم مو بس فرنسا على iOS، واحتل المرتبة الثانية بين منصات التواصل في متجر التطبيقات، وحتى في أمريكا احتل المركز الثامن كأفضل التطبيقات بعيدا عن تطبيقات الألعاب. طيب احنا معانا من باريس الصحفية ليال بشارة، اهلا فيك معانا ليال. خلينا نبدأ من الخبر الأبرز وهو يعني الإفراج عن دروف، فايش نعرف تفاصيل إضافية الآن، ايش بيواجه لما حيروح للمحكمة، كل هذه التفاصيل يعني محيرة شوية. يعني هو القضاء الفرنسي لم يكن لديه حتى غاية اليوم الأربعاء لكي يبقى ضمن التوقيف الاحتياطي تمهيدا للإطلاق للإفراج عنه أو لعرضه أمام القضاء الفرنسي. قرر الإفراج عنه تمهيدا لعرضه أمام القضاء الفرنسي، ما سيحصل ليل هذا اليوم بانتظار تأكيد التهم أو إجراء مزيد من التحقيقات للتوصل إلى تبرئة أو إلى تأكيد ما الاتهامات التي صدرت بحقه. إذن نعرفها منذ يوم السبت الماضي التسهيل لعمل جماعات الإسلام المتطرف على شبكة تليجرام، أيضا الصور الإباحية للأطفال وغيرها، وخاصة ما يتم تداوله أن يكون تليجرام آلة دعاية إعلامية لروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. نعرف أن علاقاته مع روسيا ليست جيدة، غادر روسيا منذ عام 2014، لكنه حافظ على علاقات جيدة مع النظام الروسي الذي سمح له بأن يصبح القوة التي غدت عليها. إذن غدا عليها تطبيق تليجرام اليوم. لا يعرف حتى الساعة ما سيكون عليه مصير مؤسس ومالك تطبيق تليجرام بانتظار ما سيقرره القاضي الفرنسي إذن بالساعات القادمة. طيب. ولكن لا شك أن القضية أثارت الكثير من علامات الاستفهام هنا والكثير من آليات التعجب. يعرف أن الرئيس الفرنسي حبه لعمالقة شبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت، هو استقبل مالك منصة تليجرام عدة مرات بقصر الإليزي، ومالك منصة تليجرام طلب منه الجنسية الفرنسية التي أعطيت له، جنسية فرنسية فخرية بالعام 2021 رغم كل الانتقادات التي صدرت حينها، وتعطى هذه الجنسية لأشخاص يعززون موقع فرنسا، وهو ما ليس عليه حال مالك منصة تليجرام. طيب بس الآن الكلام اللي بيقال عن أنه ماكرون اللي كان عازمه على العشاء وما إلى ذلك، هذه كلها تكهنات، الصحافة الفرنسية ما أكدت أي شيء من هذه المعلومات. الصحيفة الفرنسية أول من بدرت إلى نقل هذه المعلومات كانت صحيفة لوكانار أونشيني. مصادر الإليزي نفت أن يكون كان على موعد عشاء بقصر الإليزي، ويومها قالت أن الرئيس الفرنسي لم يكن بالعاصمة الفرنسية، كان متواجد بتوكي، منطقة توكي مسقط رأس زوجة الرئيس الفرنسي وزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذن كل التكهنات، هل تم استدراجه للعاصمة الفرنسية بغية إلقاء القبض عليه لكي يكون عبرة لباقي مالكي منصات التواصل الاجتماعي وعمالقة الإنترنت، خاصة بدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التجديد وإلى دفع هذه المنصات وهذه التطبيقات إلى الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، قواعد الدول الأوروبية بأن تكون شفافة وأن تحترم القواعد المعمول بها هنا في فرنسا، قواعد الديمقراطية، الكشف عن كل الحسابات
مواجهة دعاية التنظيمات المتطرفة، كل ما يسيء إلى قواعد الديمقراطية هنا المعمول بها بالدول الأوروبية. وهذا ما ليس عليه حال ملك تطبيق تيليجرام الذي لطالما رفض الامتثال لها، وقال إن تطبيقه يعتمد أكثر مما يعتمد عليه على آلة التجارة وعلى المستخدمين الذين يرون بمميزاته آلة يمكن التواصل عبرها. وخير مثال على ذلك أن الرئيس الفرنسي هو أيضا من أبرز محبيه من تطبيق تيليجرام، يتواصل مع أبرز الوزراء الفرنسية عبر هذا. الليال ممكن البعض يقولوا أنه يعني هو لأنه العلامة الاستفهام الكبيرة هو ذهابه بنفسه إلى هناك رغم معرفته أنه في مذكرة للقبض عليه. طيب إذا ما يعني هو يمكن هو لما انقبض عليه أنه هو معزوم على العشاء في الإليزي عند ماكرون، هل من الممكن أنه تكون مثلا سلطات أو جهات أخرى فرنسية استدرجته بهذه الطريقة؟ يعني حتى لو استدرجته القضاء الفرنسي مفصول عن السياسة، القضاء مؤسسة مستقلة والسياسة، وقال الرئيس الفرنسي أن القضية قضائية وليس فيها أي قرار سياسي، تبقى تصريحات سياسية للاستخدام الإعلامي بطبيعة الحال. لكن ما الهدف من ذلك؟ إرسال رسالة إلى روسيا؟ يعني أغلب الظن أن الرسالة هي أكثر منها إلى روسيا، لأنه التصريحات القوية صدرت عن روسيا بضرورة الإفراج عنه، بضرورة إبراز التهم التي وجهت إليه بأن التعامل الذي وجه به لدى وصوله إلى مطار بورجي المطار التجاري الخاص بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس كان غير لائق، وطلبت السلطات القضائية بتفسيرات ما لم تحصل عليه حتى يومنا هذا. ولكن مثلا الإمارات تحدثت أيضا، هو يحمل الجنسية الإماراتية، والإمارات تحدثت أيضا عن الموضوع وطالبت أن القنصلية لابد أن يعني أنها تشوف الكلام هذا كله. وإذا كانت العلاقات متدنية بين روسيا وفرنسا فالأمر يختلف بالنسبة للإمارات، يعني الإمارات عندها مساحة أكثر للتحرك فيما يخص ظروف. يعني ولكن الجانب الإماراتي كان الرد الفرنسي كما كان عليه بالنسبة للجانب الروسي ما زال معلقا حتى يومنا هذا بانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي القاضي الذي سيتم تحويل مؤسس منصة تطبيق تيليجرام للمثول أمامه. لا ننسى أن هناك في أيضا في منافسة تجارية بين الإمارات وفرنسا، فرنسا أرادت أن ينقل أن يكون مؤسس أن يكون مركز تطبيق تيليجرام هنا بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا ما أراده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكن لم يحصل عليه رغم كل اللقاءات والزيارات الخاصة والمحادثات التي أجراها المحادثات الجانبية التي أجراها مالك تطبيق تيليجرام بقصر الإليزي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هو رجل اقتصادي بالأساس. بس ليال كل هذه الأشياء اللي بتنقال ورجع بعدين ماكرون بيقول إنه الموضوع ليس سياسي، قد إيش الشعب أو خلينا نقول حتى الإعلام أو كذا يصدقوا ماكرون؟ لأنه بهذا التوقيت الزمني ما الهدف من خطوة قضائية شكلت سابقة بالنسبة لعمالقة الإنترنت؟ يعني بخير مثال على ذلك، تصوروا أن يصل إيلون ماسك إلى فرنسا ويتم إلقاء القبض عليه، أزمة وفضيحة كبرى. يعني هذا ما تم تداوله أكثر منها، أنها فضيحة أكثر منها اليوم إجراء قضائي، لأنه الشخصية غير عادية. أهم إجراء قضائي يتخذ بحق تطبيق على شبكة الإنترنت، تطبيق للتواصل الاجتماعي بين الناس، ما الهدف منه؟ الهدف سياسي؟ ما هي المآرب السياسية التي يريدها الرئيس الفرنسي؟ يمكن القول أن الرئيس الفرنسي ترك القضاء يأخذ مجراه. مالك منصة تيليجرام قال أن القضاء لا يمكن أن يصل إلى مرحلة أن يلقي القبض عليه بعد مذكرات التوقيف التي صدرت أو الاتهامات التي صدرت بحقه، ولكن سارت الرياح بما لم تشتهيه سفن مالك منصة تطبيق تيليجرام ولدى وصوله إلى مطار بورجي تم إلقاء توقيفه هناك. والشرطة الفرنسية الذين أوقفوه لدى مدرج طائرته الخاصة لدى هبوطها بمطار بورجي عندما قال لهم لدي عشاء بقصر الإليزي تعاملوا معه باستهزاء، لم يردوا عليه مباشرة، تم اقتياده إلى المقر الأمني وبدأت التحقيقات بالاتهامات التي وجهت إليه. نعم. طب ليال في أسئلة كثيرة عن مساعدته اللي كانت معاه، هل نعرف أي تفاصيل عنها؟ هل في أي معلومات إضافية؟
لا معلومات سوى ما قالته الصحافة الفرنسية أنها مثل خياله تلحقه أينما يكون. ومثلت أيضا للتحقيق كمالك من تطبيق تيليجرام مثل أيضا مرافقه الشخصي. أكثر من ذلك ليس فيه هناك أي تصريحات رسمية. ما نقلته الصحف أنها يمكن أن تكون اليوم عميل سري للموساد هي من استدرجت مالك تطبيق تيليجرام لكي يصل إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا لإلقاء توقيفه وأن تبدأ الاتهامات التحقيقات بالاتهامات الموجهة إليه. ولكن لا ننسى أن مساعدته هي أيضا ما تقلته الصحف الفرنسية هي أيضا صديقته الحميمة، علاقة شخصية تتعدى العلاقة العمل التي تجمع الجانبان. يعني التصريحات ما كتبته الصحف الفرنسية هي أقرب منه للخيال من الحقيقة، لأنه مالك تطبيق كبير مثل هذا النوع يدرس خطوة بخطوة ما يقوم به، ماذا جاء يقوم به هنا بفرنسا، هل فعلا تمت دعوته إلى قصر الإليزيه، تم التغرير به لكي يأتي إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا لتوقيفه، أو لم يأخذ على محمل الجد أن مذكرة التوقيف تطال فقط من يحملون الجنسية الفرنسية وهو يحمل الجنسية الفرنسية، إذن سيخضع للتحقيقات التي رفعها القضاء ضده، مثلهم مثل رؤساء جمهورية سابقون هنا بفرنسا. لا ننسى أن القضاء مستقل عن السياسة، هذا أيضا ما تم ما واجهه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والعديد من شخصيات الجمهورية الفرنسية هنا بفرنسا. أن السياسة مستقلة عن القضاء والقضاء يأخذ مجراه بحرية مهما كانت الشخصية التي هي بعينه. طيب على العموم أكيد حنتابع تطورات هذه القضية. كانت معنا من باريس الصحفية ليال بشارة، شكرا لك.